قوله تبارك وتعالى أو على سفر، والمقصود هو السفر المبيح للفطر، السفر المبيح للفطر. وقد ذكر العلماء أيضا أن المسافر على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ألا يكون فيه مشقة فالصوم أفضل، هو مسافر لكن ليس فيه مشقة، إما أن راكب طائرة أو شيء، فنحن نقول الصوم أفضل وإن أفطر فلا حرج. لا، والسبب في تفضيل الصيام هنا قالوا لأن الصوم أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أسهل عليه غالبا عندما يصوم مع الناس ويشاركهم. وذلك جاء في الحديث أنه قال: وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث يحمل أهل العلم على أنه لا مشقة، أنه ليس هناك مشقة. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، يعني فيه مشقة وتعب ولكنه ليس بشديد، فنحن نقول الأفضل الفطر، الأفضل الفطر، ولو صام صح صيامه، ولو صام صح صيامه. ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا إذا كان فيه مشقة يعني ولكنها غير مهلكة، لكن هي مشقة، فيه مشقة ولكنها غير مهلكة. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهنا نقول يجب عليه أن يفطر، وهذا هو الواجب، خاصة إذا كان سيهلك سيموت من العطش أو حصلت عليه طوارئ في جسمه ويجب عليه، فنحن نقول نعم يجب عليه أن يفطر ولا يصوم، ولا يصوم.